بدأنا فكرة الفت ده كان من 3 سنين، والفكرة كلها ان احنا نعمل مسابقة تشجع الناس ان هي تتمرن وان هي ترجع رياضيين تاني، وده اللي قدرنا نعمله الحمد لله من 3 سنين. والعداد بقى هي اللي تتكلم، يعني بدأنا ب 80 لعيب ولعيبة بالفرق بكل حاجة. النهارده احنا وصلنا تقريبا 600 او 700 لعيب شارك مسابقة كان فيها تصفيات بره مصر 5 بلاد. فاحنا بنحاول كل سنه نطورها عشان يبقى الايفنت هنا الفت هو لاند مارك من لاند ماركس الايفنتس الرياضيه في المنطقه مش في مصر بس. كل سنه بنعمل الايفنت الفستيفال ده، بيسكلي بيبقى احنا عاملين مسابقه بنقول احنا ممكن ندي شويه انترتينمنت للجمهور، يعني الجمهور لما بيجي بدل ما هو بس هيجي يتفرج وخلاص، لا احنا عاملين له شويه جيمز اكتيفيتيز، جايبين فيتنس انستراكتورز وفيتنس براندز يجوا يعملوا ايه الجديد في الماركت. الماركت فيه حاجات كتيره جدا جديده، وذر كروس فيت وذر لاسمل زومبا انسانيتي، حاجات كتير قوي. فاحنا بنجيب الناس اللي بتمرن الكلام ده يجوا يمرنوه فور فري للناس، فيعرفوهم ايه الجديد اللي موجود في الماركت. شكرا.